السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كنت إنسان يريد فعلا تعلم اللغة الإنجليزية ويرغب بإتقانها وليس لديه مشكلة في الصبر على نفسه، فتابع معنا هذا الفيديو حتى الأخير. واليوم سنتحدث عن كيفية تعلم اللغة الإنجليزية في سنة 2021، لأنه في سنة 2021 العملية أصبحت سهلة عليك لدرجة لا تقارن بال5 سنوات الماضية. هذا الكورس للشخص الجاد، للشخص الذي يعي أن الأمر يتطلب استثمارا ووقتا، لكنني أريدك أن تستثمر وقتك في مكان ستستغل فيه كل ثانية في الاتجاه الصحيح بإذن الله. لكن دعونا في البداية نتفق على بعض النقاط. أول وأهم نقطة، أنت كإنسان مهما كان الشيء الذي تريد الوصول له في الغد أو في الشهر القادم أو السنة القادمة، أنت ستسهل الطريق على نفسك إذا تعلمت اللغة الإنجليزية لكي تتطور في أي شيء. المراجع باللغة الإنجليزية لا تقارن بالمراجع باللغة العربية، وهنا لا أتحدث فقط عن مراجع العلوم، بل أنا أتحدث عن مراجع عملية جدا في حياتك اليومية. مثلا إن واجهت مشاكل في الحاسوب ستجد حلها في جوجل إذا بحثت باللغة الإنجليزية، لكن لن تجد حلها إذا بحثت على جوجل باللغة العربية، والسبب منطقي جدا. لغة العلم في العصر الذي نعيش فيه هي اللغة الإنجليزية، وهذا هو الواقع لا تستطيع إنكاره. إذا كنت إنسان تريد التطور في أي مجال، من أصغر تساؤل في يومك الذي تعيش فيه وصولا للتعمق في العلوم، هذه الأمور متاحة باللغة الإنجليزية أكثر من اللغة العربية. وهنا أتحدث عن مئات الأضعاف من المرات، المحتوى الإنجليزي ثري جدا، وهناك نقطة معظم الناس لا ينتبهون لها، وهذه النقطة هي ما هي أهم ثاني لغة في العالم، أي أنك أنت لديك اللغة العربية كلغة أساسية، ولكن ما هي ثاني لغة بالنسبة لك؟ مثلا عند قدوم السياح إلى دولة عربية بأي لغة يتحدثون؟ يحاولون التحدث باللغة الإنجليزية حتى وإن أتوا من دول أوروبية. في ألمانيا مثلا اللغة الإنجليزية هي اللغة الثانية المستخدمة بعد اللغة الألمانية، وما هي اللغة الثانية المستخدمة في الصين؟ هي اللغة الإنجليزية. في روسيا، في فرنسا، في جنوب أمريكا، مهما تعددت اللغات، ثاني لغة للتحدث دائما هي اللغة الإنجليزية، وهذا يمنحها ميزة قوية وكبيرة في العالم، مما يعني أنك تستطيع التحدث مع معظم سكان العالم وتتواصل معهم من خلال اللغة الإنجليزية. هذا من جانب، ستتمكن من التواصل مع عدد مهول من سكان العالم في حال قررت تتعلم اللغة الإنجليزية. وبما أن هذه اللغة هي أكثر لغة متحدثة في العالم، إذا لا شك أن العلوم تم ترجمتها أكثر من مرة بهذه اللغة. كما أخبرتك، من أصغر شيء في يومك سواء كان تساؤل أو مشكلة صغيرة وصولا للعلم الذي تريد تعلمه موجود باللغة الإنجليزية، وكله بالمجان وستجده على الإنترنت، وهذا سبب مقنع لأي إنسان بأن يبدأ بالتفكير في تعلم اللغة الإنجليزية. ثاني سبب يجب أخذه بالاعتبار، نحن كعرب، نحن المتحدثون باللغة العربية، غالبا 99% أو 88% من المشاهدين لغتهم الأم هي العربية. حسنا، لنفكر قليلا، ما هو العنوان الأساسي لنا عندما نفكر بتعلم اللغة الإنجليزية؟ المدارس أو المدرسة؟ نعم، لنتحدث قليلا عن المدارس، ولن أطيل في هذه النقطة لأن الأمر يعكر المزاج، لكن معظم الدول العربية لا يبدأون تعلم اللغة الإنجليزية من الصف الأول، ولنفترض أنهم بدأوا تعلمها من الصف الأول، مع أنني أنا شخصيا بدأت أدرس اللغة الإنجليزية في الصف الرابع، ربما أعتقد في الصف السادس، والله أعلم، أي بدأت بتعلم اللغة الإنجليزية في الصف السادس. كل بلد عربي يختلف عن البلد الآخر، لكن معظم البلدان لا يبدأون من الصف الأول. ولكن افترض الآن أنك أنت بدأت تعلم اللغة الإنجليزية في المدرسة من الصف السادس، وإن كنا سنلقي نظرة على المناهج بعد أن تخرج جيلي من المدارس، وأنا حاليا أبلغ من العمر 33 عاما، أي لدي وعي كافي للإطلاع على منهج المدرسة، وأستطيع أن أقيم إن كان هذا المنهج مناسب للوضع الذي نعيشه. إذا أردنا أن نكون صريحين مع بعضنا البعض، سنجد أن المناهج من بدايتها وحتى نهاية الثانوية العامة، مناهج اللغة الإنجليزية في المدارس الحكومية لم يتم تطويرها لتقدم للطالب إمكانية أن يمتلك لغة. لنكن صريحين مع بعضنا البعض، أنت عندما تريد تطوير منهج يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الصف يتضمن ما يقارب 40 طالبا، ويقابله بالطرف الآخر أستاذ واحد فقط، والأستاذ يأتي ساعة واحدة في اليوم. هل الكتاب فيه مراجع تجعل الطالب يتحدث الإنجليزية؟
يتدرب على التحدث بها، يتدرب على الاستماع للغة الإنجليزية. هذه أمور لا يمكنك غض البصر عنها وقول أن مناهج المدرسة كفاية، وبالطبع نشكرهم، وأنا هنا لا أقول أنهم مقصرين. الأساتذة يقومون بواجبهم بما هو متاح لهم من أدوات، لكن معظم الذين يتخرجون من مدارسنا الحكومية لا يكونوا قادرين على القول بأن لغتهم الإنجليزية جيدة للتحدث بها. فهذه عوامل عديدة جعلت موضوع تعلم اللغة الإنجليزية يقتصر على الناس القادرين على دفع مبالغ الكورسات. الأشخاص القادرين على تمويل دراستهم في معاهد كبيرة أو يعتمدون على التعليم الذاتي، وهذه الطريقة التي سلكتها أنا شخصيا، وهذا الطريق هو الذي أنصح به، أفضل من أن تذهب وتدفع كورسات. لكن مع ذلك أنت لست مطالبا بفعل ذلك الآن، لأنه يوجد عنوان سأمنحه إياه، وهو والحمد لله رب العالمين. وأنا أقول الحمد لله لأنه فخر لنا كعرب أن يكون أحدهم استطاع أن يصل إلى 4.5 مليون طالب يعلمهم اللغة الإنجليزية مجانا وباللغة الأمريكية الصحيحة، ونحن نتحدث عن أكثر من 1000 فيديو، منهج كامل من استماع وقراءة وكتابة بالتعبير وبكل مناحي وأركان اللغة الإنجليزية. هذا المنهج شامل، نعم شامل بمعنى الكلمة. لكن دعونا نعود للنقطة الأساسية الآن، سأخبركم بالعنوان في نهاية الفيديو. لكن الآن يجب أن تعي السبب الذي يجعل فرصتك أفضل لدى هذا الإنسان ووجوده مجانا لا يعني أن تأخذ الموضوع على أنه من المسلمات. ولهذا السبب أحاول أن أفصل لكم المشاكل التي لدينا في الوطن العربي التي تمنعنا من تعلم اللغة الإنجليزية، وما هي الفرصة الذهبية التي أصبحت بحوزتنا بسبب هذا الشخص. الآن قصتي بتعلم اللغة الإنجليزية، وكنت أتمنى حقيقيا أن يكون هذا الشخص موجودا بالوقت الذي كنت أتعلم فيه اللغة الإنجليزية. حسنا، أنا أريد تعلم اللغة الإنجليزية، وبصراحة لم تكن اللغة الإنجليزية جيدة أيام المدرسة. صحيح أنني كنت متمكن من القراءة وكذلك كنت قادرا على التعبير ببعض الكلمات، ولكن كما تعلمون كونك قادر على القراءة باللغة الإنجليزية لا يعني أنك قادر على التحدث بها. أكثر استعمال في اللغة الإنجليزية سيفيدك هو التحدث بها، كونك قادرا على التواصل مع البشر، لأن الشيء إن لم تستطع التفكير فيه لن تتمكن من فهمه من خلال النصوص. ولأكون صريحا معكم، في تلك الفترة لم يكن لدي القدرة المادية أن أمول دراستي بكورسات، إضافة إلى أن تلك الفترة لم يكن التعليم مجاني متاحا، وكما يقولون الحاجة أم الاختراع. ذهبت إلى المجلس الثقافي البريطاني British Council لغرض التسجيل، وبدلا من أن نسجل في كورسات الإليت، وهو كورس تأخذه وتدفع مقابله شهريا، وهو مقسم لمراحل بحيث تدرس اللغة على أصولها، ولكنني قمت بالتسجيل في المكتبة. إن تسجيلك في الكورسات يكون بمقابل $20 تقريبا للشهر، والله أعلم ربما يكون الآن أعلى وأقل، أنا لم أسجل به لذلك لا أعلم. ولكن الشيء الذي أنا سجلت فيه هو اشتراك المكتبة، فقد اشتركت فيه بمقابل $20 فقط لمدة سنة كاملة. وما الذي وجدت هناك وشعرت أنه قادر على إضافة قيمة لي؟ كان يتوفر في المكتبة CD وكتب، تكون قادر على ارتداء سماعات وثم تقوم بتشغيل CD وبعدها تبدأ تستمع وتقرأ من الكتب. والكتاب يتضمن صورا، أي أنك قادر على رؤية الكلمات التي تقرأها، وبنفس الوقت تستطيع النظر للصورة، فنوعا ما يتشكل مفهوم أو فكرة لديك عن الشيء الذي تنظر إليه. وفي وقتها كنت أركز كثيرا على هذا الأمر خلال الفترة التي كنت أقضيها هناك في المكتبة، وكنت أذهب وأقضي 5 ساعات في المكتبة فقط، ولم أكن أدفع للكورسات أو غيرها. حتى أتى الوقت الذي سافرت فيه إلى ألمانيا، وفي هذه المرحلة صدمت بواقع جديد، وهو أني ضعيف في اللغة الإنجليزية. حتى وإن كنت قارئ للغة الإنجليزية وأفهمها، إن لم تتحدث بها ستلاحظ أنك لا تزال بحاجة للتدريب، أي أنك لم تتقن الموضوع بالكامل. فجميع هذه العوامل شيء طبيعي لأي إنسان يحاول أن يتعلم ذاتيا، لأنه شخص يتعلم بالموارد المتاحة. لكن على الجانب الآخر، نحن الآن متواجدون في سنة 2021، يوجد منهج كامل، منهج يمكنك من التحدث، منهج يمكنك من القراءة، منهج يمكنك من الفهم، منهج يمكنك من التفكير باللغة الإنجليزية، وهذا كله في سياق واحد. إن عملية التعلم ليست سهلة جدا إن كنت وحدك، لكن إذا كنت ستسلم نفسك لمعهد فحتما هم قد طوروا لك منهجا،
ويعلمون إن كان هذا المنهج مناسبا لمستواك أم لا، ويعلمون تماما متى يدخلون لك الصوتيات ومتى يدخلون القراءة، ويعلمون متى يدخلون لك الطريقة التي تمكنك من التفكير باللغة الإنجليزية. وهذا هو اختصاص مطور المناهج. والإنسان الذي سأقترح عليك هو الأستاذ عادل إبراهيم. هو عبارة عن مطور مناهج، وهذا ليس بشهادتي أو شهادته، هو إنما بشهادة اليوتيوب. قناته هي أسرع القنوات التعليمية نموا في تاريخ اليوتيوب. إن كل كورساته مجانية. ما أريد إيصاله هو كما أخبرتك في بداية الفيديو، إن كنت إنسانا جادا وتريد فعلا تعلم اللغة الإنجليزية، شيء واحد فقط ما سأطلبه منك، وهو كل ما ينقصك فقط، وهو أن تأتي بقلم ودفتر وتخصص ساعة كل يوم، ساعة مهما كلفك الثمن، ساعة خصصها لتعلم اللغة الإنجليزية مهما كان لديك من التزامات. يجب أن تتعلم اللغة الإنجليزية في هذه الساعة. الآن أنت امنح وقتك لهذا الإنسان، وهذا الإنسان سيوصل لك اللغة بطريقة التي تفهمها أنت. وهنا أود إلقاء الضوء على نقطة لنعطيها حقها، وهي أن هناك أناس استيعابهم سريع ويوجد آخرون استيعابهم بطيء، وهذا المنهج مناسب لجميع الفئات. وأنا يا إخوان صريح جدا معكم، أنا هنا لإفادتكم، كل ما تحتاجه هو قلم ودفتر، وتكون مدركا بأن اللغة لها قواعد، لها طريقة لتعلمها، وإن أردت تعلمها فتعلمها على أصولها. إذا يجب أن تضع موعدا يوميا لهذا، لأنه بعد 7 أيام ستكون قد قضيت 7 ساعات، وحينها ستلاحظ شيئا لم يسبق أن لاحظته من قبل بإذن الله. لماذا؟ لأنك ستشعر حينها أنك ستنتج، وستكون تسير بمنهج واضح، ولن يتطلب الأمر منك أن تلتفت يمينا عفوا ولا يسارا، أو حتى أن تطرح تساؤلات مثل هل أشاهد الأفلام أو أقرأ أكثر أو أستمع أكثر أو أتمرن على الحديث. هذا الإنسان هيأ لك بيئة كاملة تسير فيها على منهج واحد وتكون مركزا عليه. ولا تلتهي بتجميع المراهج، بل ركز في الساعة الخاصة بك وركز على الدرس الذي ستركز عليه اليوم. ومن هنا أود أن أحيي الأستاذ إبراهيم عادل الذي أعتبره واحدا من أكثر الناس الذين أثروا في الجيل الحالي، لأنه مكن الملايين من تعلم اللغة الإنجليزية لم يكونوا قادرين على تعلمها لأسباب معروفة ومعظمها أسباب مادية. والحمد لله رب العالمين، هو وضع أهلكم بالمجان، ورابط قناتي موجود في صندوق الوصف. لكن وجب التنويه بأنه لا يرفع جميع حلقاتي وكورساتي على القناة. لتتمكن من تقدم في الكورس المناسب لك يجب عليك تحميل التطبيق. قم بالذهاب لمتاجر التطبيقات الأب ستور أو البلاي ستور، قم بكتابة زيميريك إنجليش، وبعد تثبيت التطبيق تبدأ بالتعلم كما أخبرتك كل ساعة. الأمر واضح جدا ولا حاجة للتشتت في المراجع، فقط ركز بشيء واحد. معظم الناس لديهم مشاكل في جوانب مختلفة في حياتهم، معظم الوقت لا ينظرون لهذه الجوانب عفوا عند محاولتهم تطوير حياتهم. يجب أن تؤسس حياتك بطريقة صحيحة، مما يعني أن تنظر للمشاكل التي لديك وتحلها، وتقوم بالإجابة على الأسئلة التي لا تعلم كيفية إجابتها، مثل لماذا أنا أعيش في وضع مفروض علي؟ لماذا أنا أعيش فقيرا ولكن غير غني؟ يوجد 100,000 سؤال وسؤال لا يجيبونك عليها عندما يخبرونك بطور حياتك، بل فقط يخبرونك بأن تشد همك وتعمل أكثر. وهذه الطريقة خاطئة بصراحة، لأنه يجب أن تفهم بالضبط ما الذي يحدث معك، وبعدها تبدأ بالبناء من تلك المرحلة. فالدنيا لعبة، وإن كنت إنسانا ذكيا وتحكم العقل والمنطق، إذا أنت تعلم أنك إن أتقنت اللغة الإنجليزية أنت ستصل مهما كان الأمر الذي تريد الوصول له في حياتك. أنت ستصل للشيء الذي تريده أسرع 10 مرات مما لو كنت بدون اللغة الإنجليزية.